مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من زوايا الحدث، نناقش فيها تداعيات تدمير ميليشيا الحوثي والمخلوع سفينة إماراتية قبالة السواحل الغربية وأثر العملية على جهود إحياء السلام في اليمن. في تطور لافت لن يخلو من التبعات الكبيرة، دمرت ميليشيا الحوثي والمخلوع سفينة إماراتية في البحر الأحمر. الميليشيا قالت أنها سفينة حربية ودمرتها قبالة الساحل الغربي، فيما قالت الإمارات وقيادة التحالف أن السفينة كانت مدنية وتحمل مواد إغاثية. المتحدث باسم التحالف قال في تعليقه على الحادثة أن التحالف سيتخذ إجراءات صارمة بعد الهجوم لضمان سلامة السفن الإغاثية التي تأتي من باب المندب، مؤكدا أن الأمر في باب المندب يخص العالم وليس التحالف وحده، محذرا من خطر تواجد ميليشيا الحوثي والمخلوع وتحركاتها قرب باب المندب على الملاحة الدولية. الحادثة أثارت الكثير من التساؤلات حول قدرات الميليشيا بعد عامين من الحرب وعن ردود الفعل من قبل التحالف والمجتمع الدولي إزاء هذا التطور الخطير في مسار الحرب في اليمن وعن مصير عملية السلام على ضوء استمرار الميليشيا في حربها، وهذا ما سنناقشه هذا المساء مع ضيوفنا في حلقة اليوم من زوايا الحدث، ولكن بعد مشاهدة هذا التقرير. نهاية غير موفقة لرحلة السفينة الإماراتية سويفت في المياه الدولية قبالة سواحل مدينة المخا. انتهت رحلة السفينة الإماراتية لكنها نهاية غير متوقعة. في طريق العودة من عدن تعرضت سويفت لعملية إرهابية غادرة، حيث قصفت بصاروخ أطلقته ميليشيا الحوثي من الأراضي اليمنية. الحكومة اليمنية في بيان لها نددت بالحادثة ووصفت العملية بالإرهابية، كما ذكرت أن السفينة كانت تنقل مواد إغاثية وتقل جرحى، ولم تتوقف عند ذلك بل أكدت أن الحوثيين لا يوجد لديهم نية لاستقرار الوضع في اليمن، وأن هذه العملية تكشف أن المياه الدولية في خطر. قيادة التحالف التي تتولى تأمين الشريط الساحلي الغربي توعدت الميليشيا بإجراءات أكثر صرامة ودقة بعد أن قالت إنها أنقذت مدنيين كانوا في السفينة، كما أكدت أن هذا العمل يعد مؤشرا خطيرا لتوجه الميليشيا لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف الملاحة الدولية في باب المندب. في مثل هذا الشهر من العام الماضي استعاد الجيش الوطني بغطاء من طيران التحالف مضيق باب المندب، ونشر التحالف قوات بحرية في الشريط الساحلي لتأمين الملاحة الدولية الذي يمر من خلاله ما يربو على 4 ملايين برميل نفط خام يوميا. أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد، ونبدأ حلقتنا مع الباحث والمحلل السياسي نبيل البكيري. مساء الخير سيد نبيل. مساء النور. في البداية، العملية التي نفذتها الميليشيا قبالة الساحل الغربي مستهدفة السفينة الإماراتية، إلى ما تشير برأيك؟ لا شك أنه بعد عامين من الحرب وامتلاك هذه الميليشيات لهذه القوة التدميرية، فضلا عن مكان العملية التي هو عبارة عن مضيق باب المندب والقرب من المياه الإقليمية أو من المياه الدولية التي يحرم فيها الاعتداء على خطوط الطاقة وخطوط التجارة الدولية، لا شك أنه في هذا تهديد كبير ليس فقط للتحالف، إنما تهديد أيضا للأمن والسلم الدوليين في هذه المنطقة الحيوية من العالم، مما يشكل خطر كبير على هذه خطوط التجارة الدولية والعالمية فضلا عن خطوط الملاحة الدولية. نعم، إذا ما تحدثنا سيد نبيل عن التداعيات المحتملة لهذه العملية، برأيك ما هي أهم هذه التداعيات؟ لا شك أنه سيكون لها تداعيات، أولا على المستوى التجاري أنه سيزيد من كلفة التأمينات، الشركات ومخاطر التأمينات التي تؤمن على الشركات وعلى السفن العابرة لهذه المنطقة، وهذا في دوره سيزيد في مخاطر المنطقة تجاريا. نعم. التداعيات أيضا العسكرية، لا شك أنه ينبئ أن الجماعة لا تزال تمتلك قدرة عسكرية على استهداف أيضا مثل هذه الناقلات البحرية،
وأيضا على إصرارها على إلحاق الأذى بالمجتمع الدولي وبالأمن والسلم الدولي. نعم، بالحديث عن القدرات التسليحية للميليشيا، وخلال عامين من الحرب لا تزال الميليشيا تمتلك قدرات حربية فاعلة تمكنها من تنفيذ هكذا عمليات، كيف يمكن فهم هذا برأيك؟ أولا لا شك أنه كان هناك أخطاء كبيرة بالنسبة للتحالف العربي من خلال عدم الإقدام على معركة الساحل الغربي، وأيضا عدم استكمال معركة تعز باعتبار أن باب المندب هو عبارة عن مقر أو ممر وساحل يتبع لتعز، وبالتالي هذه من الأخطاء الكبيرة التي أدت إلى استماتة هذه الميليشيات في هذه المنطقة وتحويل هذه المنطقة إلى منطقة عسكرية مغلقة أيضا وتهجير السكان منها كما حصل في الوازعية. فضلا عن ذلك انه الجانب الاهم والاخطر ايضا انه لا يمكن حصار هذه الجماعات او هذه الميليشيات ما دام الساحل هناك يمتد على اكثر من 700 كيلو الساحل الغربي من المندب حتى ميدي، وهو لا زال ساحل مفتوح ايضا تحاول من خلاله تستقبل من خلال هذه الميليشيات او تهرب العديد من المواد النفطية والتهريب الأسلحة وتتلقى الكثير من الدعم عن طريق هذه الجزر والسواحل المفتوحة. نعم، سيد نبيل تفضل بالبقاء معنا، واسمح لي لأن أشرك معنا في الحديث المحلل السياسي خالد بطرفي الذي ينضم إلينا من الرياض. أهلا بك سيد خالد. تصحيح، أنا دكتور خالد بطرفي من جدة وليس من الرياض. أهلا بك سيد خالد. بعد عامين من الحرب والقصف المكثف على معسكرات ميليشيا الحوثي وحليفها الرئيس المخلوع تأتي هذه العملية، هل هذا يعني أن القوى الرئيسية للميليشيا وقدرتهم الحربية لا تزال فعالة أم أنها حصلت على دعم عسكري في الفترة الأخيرة؟ الاثنين معا، أنا أعتقد أنها حصلت استغلت فترة الهدنة التي امتدت أشهر أثناء مشاورات الكويت في الحصول على دعم من إيران، استطاعت قوى التحالف أن تفض بعض ما هو أن تقبض على بعض هذه الإرساليات، ولعل غيرها نفذ بدليل استخدامهم لصواريخ زلزال البلستية ضد المملكة. الآن لجوا إلى طريقة حقيقة ليست من الصعوبة المكان، لأنه الصوماليين بكل إمكاناتهم المحدودة استطاعوا أن يحددوا طرق الملاحة الدولية، ويضطروا دول كبرى أن ترافق بواخرها في المرور عبر سواحل خليج عدن والمحاذية للصومال وجيبوتي. فالعملية لا تحتاج إلى أكثر من أبواب صغيرة سريعة وبعض الأسلحة الخفيفة بالكاتيوشا والعبيجي لإرغام هذه السفن على التوقف أو ضربها أو السعي لإغراقها. فهم لجوا إلى هذه الطريقة رغم أنها غير منطقية، فهذه الشحنات تأتي بالمواد الغذائية والمواد والإغاثة الإنسانية للشعب اليمني، وكثير منها نصيب كبير منها يصل الى مناطقهم، فكيف يعني تقتل الشاء البريد الذي ياتيك بالخير وياتيك بما تحتاج؟ لكن اعتقد انهم وصلوا الى مرحله يريدون فيها ايقاع الاذى والضرر بالتحالف باي طريقه كانت، حتى ولو كانت إطلاق المقذوفات على المدنيين في عتير أو إغراق سفن مدنية وسفن تحمل الإغاثة الإنسانية. نعم دكتور خالد، بعد بهذه العملية تبدو ميليشيا الحوثي وقد صارت خطرا فعليا على الملاحة الدولية في مضيق باب المندب، كيف سيتعامل المجتمع الدولي مع هذه القضية؟ وهل سيتغير الموقف الدولي من الميليشيا وطريقة التعاطي والتعامل معها؟ الموقف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة موقف منتبه. الولايات المتحدة أصلا لم تكن موافقة على عصر الحزم، وضعت كثير من العقبات في طريقها وتزال هي أيضا التي وقفت قائلا دون نقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن طوال الفترة الماضية وما زالت تعارض.
فهو موقف المنتبه لا تعرف هل هم ما زالوا على علاقة من الحوثيين أو يريدون لهم أن يكونوا لهم أعوانا في المستقبل أو ممثلين أو هي مجاملة لإيران. الأمر غريب وعجيب، فلذلك لا نعول عليه كثيرا. ولكن أنا أعتقد أن قوة التحالف عندها من القوات البحرية ما يكفيها ويغنيها، وهي تستطيع أن تسيطر على الموقف وأن تقضي على هذه المحاولات البدائية التي هي نسخة من محاولات إيران في مضيق هرمز لمضايقة الملاحة الدولية. نعم، وهذا دكتور خليل يقودنا للتساؤل عن الرد المتوقع من قبل التحالف، خصوصا مع تصريحات وتعليق العميد عسيري على الحادثة وبقوله أنهم سيتخذون إجراءات أكثر صرامة. برأيك كيف ستكون هذه الإجراءات؟ يعني ما هي طبيعتها؟ الإجراءات العسكرية معروفة، يعني يحدد مواقع التي تسقط منها هذه السفن الصغيرة والتي انطلق منها هؤلاء، ويتم تحييدها تماما باستخدام القوة العسكرية. قانونيا سترفع يعني هذه الأعمال الإجرامية، أعمال البايرتينج قرصنة، إلى وكالات الأمم المتحدة المعنية. ونطلب دعم المجتمع الدولي وأكثر من الدعم نريد أن نكشف حقيقة الحوثيين أمامهم، فلا زال عند بعض الأطراف قناعة بأن الحوثيين حسن النية أو هم يسعون فعلا إلى السلام، وهذه تساعدنا على كشفهم وكشف عدم رغبتهم في السلام. الشيء الثالث الإصرار على عدم إيقاف الهدنة العسكرية حتى يسلموا أسلحتهم ويتحولوا إلى حزب سياسي فقط ويتخلوا عن الجناح العسكري. أصبح الآن هذا الشرط واضح ويؤكد عليه أكثر بكثير من السابق، وكل عمل من أعماله الأخيرة يقود إلى تسلط في هذه النقطة ويقنع المجتمع الدولي أكثر بأنهم فعلا جماعة عسكرية مارقة ولا حل لهم غير قطع الذراع العسكري وتحولوا إلى حزب سياسي. نعم، إذن دكتور خالد تفضل بالبقاء معي، واسمح لي لأن أعود إلى السيد نبيل البكيري. سيد نبيل، قبل عام كانت قوات التحالف قد وصلت إلى بعض أجزاء الساحل الغربي وسيطرت على باب المندب ثم توقفت هناك، هل يمكن أن تطلق هذه العملية تحركا عسكريا جديدا لطرد الميليشيا من واقعها واستكمال ما قد كانوا بدأوا به؟ هذا المفترض الذي يتم في هذه المرحلة، بالنظر إلى أنه المخاطر لا زالت كبيرة وتهديدات الأمن الدولي أيضا والملاحة الدولية كبيرة وتهديدات أيضا الاستمرار أيضا العمليات العسكرية بهذه الكيفية يجب أن يعاد فيها النظر، بالنظر إلى أنه لا زلنا بعد عام ونصف من الحرب أمام ميليشيات تمتلك هذه القدرات القتالية والتدميرية، وبالتالي يجب أن تعاد الكثير من مراجعة الكثير من العمليات التي تمت، وخاصة فيما يتعلق بالعمليات العسكرية الجوية التي يجب أن تعزز وتوجه مع عمليات أيضا برية، وخاصة وأن هذه المناطق من السهولة بمكان السيطرة عليها بالنظر إلى أنها مناطق ساحلية ولا توجد بها حاضنة للميليشيات الحوثية في هذا الساحل، وكل ما هنالك أنها تتغذى على عدم إقدام أو على عدم وجود قرار عسكري وسياسي بالحسم في هذه المنطقة التي أنا باعتقادي أنه لا ينقصها سوى قرار سياسي من التحالف وقرار عسكري أيضا للسيطرة على هذا الساحل. وما الذي يعيق هذا القرار؟ هناك تباينات ربما في بين الأطراف في التحالف العربي ترى أولويات المعركة أنها يجب أن تنصب على الجنوب، ورغم أنه انتهى من موضوع الجنوب، لكن لا أعتقد أنه لا تزال هذه المبررات اليوم موضوعية بالنظر إلى أن الخطر ليس جنوبا، الخطر هو في الشمال، حيث تتخذ جماعات الحوثي من قاعدة انطلاق لمشروع الإيراني في اليمن والمنطقة.
نعم، إذن اسمح لي سيد نبيل أن أنقل هذه النقطة إلى الدكتور خالد. دكتور خالد، لعلك استمعت معي إلى حديث سيد نبيل البكيري على أن الأمر يحتاج إلى قرار من التحالف ومن الحكومة اليمنية ولإنهاء ما يحدث. أنا أعتقد أن القرار يأتي من طرف واحد فقط. المسألة في هذه المنطقة البحرية بالذات أصبحت دولية، يعني هناك قوى يعني سفن أمريكية، أسترالية، فرنسية، وبالإضافة للتحالف العربي هناك أيضا السفن العسكرية التي ترافق البواخر الصينية وغيرها. فالمنطقة ضيقة ومع ذلك تزدحم بكل هذه البحريات الدولية. فلابد أن يتم تنسيق بين هذه القوى لتوزيع الأدوار ولضبط الأمن في هذه المنطقة، لأنه القرصنة هي مسألة ليست محلية ولا حتى إقليمية، هذه مسألة دولية وتخص ممرات خطيرة، يعني يمر منها نسبة عالية من التجارة الدولية بطريقة إلى قناة السويس أو من قناة السويس إلى المحيط الهندي. فأعتقد أن هذه المباحثات تجري حاليا، والتحالف العربي ربما يكون له دور أساسي في هذه المسألة، ولكن لم تكون مهمة أو مسؤولية دولة واحدة بعينها أو حتى التحالف العربي وحده. نعم دكتور خالد، هل تتوقع تدخل دولي بعد هذه العملية أم أن التحالف سيستغل ما حدث لموافقة دولية على عمليات عسكرية كبرى ينوي خوضها في الأيام القادمة كإسقاط صنعاء مثلا؟ ربما هذا يساعد على ذلك، ولكن المشكلة في صنعاء القرار ليس فقط يتعلق بالقدرة العسكرية ولكن بالحسابات الإنسانية، يعني الخشية من وقوع ضحايا بعدد كبير لأنها منطقة مدنية وفيها تحصن من الحوثيين وقوات المخلوع بالمدنيين وتمترس بهم. فأعتقد أن هذه الحسابات كلها بالإضافة طبعا للأبعاد الدولية والإقليمية تدرس، إنما يعني القرار العسكري لو كان فقط قرار عسكري مجردا لكان امكن حل هذه المشكله. نعم، اذا دكتور خالد اسمح لي لان اعود الى السيد نبيل. سيد نبيل، تاتي هذه العمليه في الوقت الذي تتصاعد التحركات الدوليه نحو استعاده المسار السياسي والحديث عن الحل عن طريق المسار السياسي. هنالك من يرى ان التعاطي الدولي مع الميليشيا هو من يشجعها على الاستمرار باعمالها العدائيه. برايك ما مصير هذه التحركات في ضوء حديث التحالف عن رد قاسي؟ لا شك بالفعل انه التدليل السياسي الذي تلقاه هذه الميليشيات هو الذي يدفعها لان تلعب مثل هذا الدور العسكري الخطير وتتماسك ايضا وتبحث عن منافذ ومنقذين ايضا، ويشجعها كما قلنا على الرضا الدولي الكبير عن اداء هذه الميليشيات. وبالتالي انا باعتقادي انه اليوم سيكون من استخافه بمكان بالنسبه للتحالف الحكومه الشرعيه الذهاب الى اي جولات جديده من حكاية السلام التي من خلالها يتم وتعمل هذه الميليشيات على تعزيز وجودها السياسي الذي فشلت في إثباته من خلال اعتراف دولي، ولكنها تثبته من خلال وجودها في طاولة الباحثات الدولية وطاولة يشترك فيها أطراف دوليين أيضا، ويتح لها مجال لأن تتصل أو تتواصل مع المجتمع الدولي وتقدم وجهة نظرها المشوشة والمغلوطة لمسار الصراع في اليمن، وهذا الذي منحها فترة طويلة في البقاء على المسار السياسي والمسار العسكري. نعم. اليوم من الضروري بالمكان البت والقطع والحسم في مسألة تعزيز الخيار العسكري كخيار رئيسي ووحيد. لا يجب أن يتوقف هذا المسار حتى وإن أضطر الحكومة الشرعية إلى الرضوخ للضغوط الدولية في الجلوس مع هذه الميليشيات، لكن يجب أن يبقى المسار العسكري هو المسار والخيار الوحيد الذي يجب أن يتعاطى مع هذه الميليشيات. نعم، إذن السيد نبيل البكيري كنت معي عبر الهاتف من اسطنبول وأنت الباحث والمحلل السياسي في الشأن اليمني، شكرا جزيلا لك.
وبالعودة إليك دكتور خالد، والحديث عن استمرار مساعي دولية للحل السلمي والمسار السياسي للأزمة اليمنية، برأيك ما مدى منطقية هذا الحديث وفرص نجاحه في ظل استمرار الأعمال العدائية للميليشيا وتصاعدها؟ أنا أعتقد أن الميليشيا أعطيت الفرصة بعد الأخرى لإثبات حسنية واستقلالية القرار، وفي كل مرة أثبتت أنها لا ما عندها حسنية ولا عندها شعور بالمسؤولية تجاه الشعب اليمني وتجاه من يمثلون له، وما عندها استقلالية القرار بعيدا عن فحص. ولهذه الأسباب الثلاث أنا متشائم من أي نجاح لأي نشاط دبلوماسي دولي أو غيره، لأن الأسس مفقودة، الدافع مفقود، لن يمكن هزيمة هؤلاء وإجبارهم على الرضوخ إلا بالقوة. ما أخذ منهم بالقوة، ما أخذوه بالقوة لن يسترد إلا بالقوة وحدها. ولذلك نجدهم في كل حرب من الحروب التي خاضوها مع الحكومة اليمنية أو مع الحكومة السعودية لم يخضعوا للحل السلمي إلا عندما انكسروا ووجدوا أن البديل هو الدمار. نعم. وكل مرة يستغل الفرصة لاستعادة القوة وبناء السفر بناء القدرات والعودة من جديد. ولهذا أنا أعتقد أنهم استغلوا كل هدنة أتيحت لهم في السابق، وآخرها الهدنة الأخيرة والمطولة في عادة بناء قدراتهم. أنا أعتقد أن الشرط يجب أن نتمسك به ولا نحيد عنه، وهو بدء بالتحول إلى حزب سياسي وتسليم ما لديهم من أسلحة مكثفة وثقيلة لطرف ثالث كما جاء في قرار مجلس الأمن، وأقل من ذلك لا يقبل، وتبقى الحرب وتبقى الضغوط عليهم حتى يخضعوا أو ينكسروا. نعم دكتور خالد، بالحديث عن الهدنة التي يتم السعي لها في ظل هذا التصعيد، هل تتوقع أنها ستدخل حيز التنفيذ بعد ما حدث؟ لا أعتقد، لأنه كما ذكرت لك الشرط الذي وضعه التحالف الآن هو أن يسلموا أسلحتهم، أن يتحولوا من ميليشيا إلى حزب سياسي، وهذا ما يرفضونه تماما. نعم. أعتقد أن هناك إشكالية، يعني مسألة الآن دخلنا في مرحلة كسر العظم، يعني من ينتصر سوف ينتصر على الأرض ولم ينتصر على في غرف الاجتماعات. نعم، إذن السيد الدكتور خالد باطرفي كنت معنا من جدة، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، بهذا نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من زوايا الحدث. بالأخير يسعني أن أشكر ضيوفي، كان معي من اسطنبول المحلل والباحث السياسي نبيل البكيري، وكان معي من جدة الدكتور خالد باطرفي. هذه تحياتي أنا أمل علي، وهي لكم من الإعداد من زميلي كمال حيدرة. نلقاكم على خير.